الله يسلمك. مشاهدينا، عمليه اختيار التخصص بالنسبه للبعثات بساعة قلناها وشلون طريقتها، لكن الحين طالب الثانويه على اي اساس يختار تخصصه؟ هذه بنناقشها بعد هالفاصل. عبرت غالبية طلابية شملها استبيان أجرته إحدى الصحف الكويتية من طلاب وطالبات كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت عن عدم رضاهم باختيار التخصص الحالي، معللين السبب بأن اختيار التخصص لم يكن بسبب اقتناعهم التام فيه، بل جاء نتيجة ظروف فرص العمل المتاحة. وقد ضم الاستبيان أسئلة مختلفة، منها: إذا أتيحت لك الفرصة للتسجيل في الجامعة من جديد وكان لديك جميع متطلبات القبول لأي كلية أو تخصص آخر، هل ستختار نفس التخصص؟ حيث رفض 65% من المشاركين اختيار التخصص الحالي، في حين أبدى 35% من المشاركين في الاستبيان موافقتهم بإعادة اختيار تخصصهم الحالي. أما حول الأسباب التي أدت إلى اختيارهم للتخصص الدراسي الحالي، فقد أوضح 62% من المشاركين في الاستبيان بأن السبب في ذلك يكمن في فرص العمل المتوفرة لهذا التخصص، في حين أجاب 25% بأن المعدل هو السبب في دخولهم للتخصص الحالي، مبينين أنهم مجبرون على الدخول في التخصص نتيجة المعدل. أما باقي النسب فقد توزعت على 9% بسبب العائلة، في حين ذكر 4% أن السبب يعود لاختيارهم للتخصص الحالي إلى قريب أو صديق. وفي السؤال حول أسباب عدم اختيار التخصص المرغوب فيه منذ البداية، أوضح 52% من المشاركين في الاستبيان أن المجال الحالي يوفر فرص عمل أفضل من التخصص المرغوب، في حين ذكر 22% أن عدم موافقة أو دعم الأهل هو السبب، وجاء 16% بسبب عدم توافر المعدل، في حين قال 10% أن السبب يعود لعدم اجتياز متطلبات التخصص. إذن مشاهدين، عملية اختيار التخصص مثل ما قلنا لها تأثير كبير على شخصية الفرد وحياته العملية، والأمانة هي شيء مصيري. طبعاً وايد مصيري، إن أنت بعد الثانوية وين بتروح؟ هذا الموضوع لا أكثر من جانب، من الجانب العصبي النفسي، عشان كذي راح يكون معنا ضيفنا أستاذ علي دشتي، استشاري بالعلم العصبي والهندسة النفسية. حياك الله أستاذ علي معنا. حياكم الله، مسي عليكم الخير على السادة المشاهدين. طبعا أستاذ، أنت أيضا صاحب ومؤسس مشروع نويت أبني الكويت. نعم. نويت أبني الكويت، وهو ملتقى إعلامي للتوجيه وإرشاد الطلبة. خلينا نتكلم أكثر عن هذا المشروع وعن أهدافه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، فكرة المشروع انطلقت من حاجة موجودة عندنا احنا في المجتمع نعاني منها على مستوى الأسرة الكويتية، ليس فقط الفرد وإنما الأسرة بشكل كامل، حتى أولياء الأمور. نعم. أن الطالب وين يروح، وين يتخصص، تخصص دراسي علمي أو أدبي، تخصص أكاديمي في أي جامعة، أي كلية داخل الكويت برا الكويت، أيضا المسار الوظيفي بعد ما تخرج من الجامعة وين أشتغل. طبعا البعض يقول يعني أوكي، الناس قاعد تختار وتروح وكذا، شنو اللي أنتم بتسوونه من ناحية التوجيه والإرشاد، وشنو فائدته وانعكاسه على نجاح الفرد والأسرة وبالتالي المجتمع اللي هو نويت ابن الكويت، شنو علاقته بالوطن؟ في الواقع نعم، هناك إحصائيات ودراسات أثبتت عندنا بأن اختيار التخصص بناء على القدرات والمواهب يزيد من نجاح الفرد بنسب مضاعفة، ويزيد دخل المالي، ويزيد من إنتاجه وكفاءته. نفس تغرير الاستبيان اللي سويته توحد بالضبط، يكون منتج أكثر، يكون مبدع أكثر. بالتالي إذا هذا كان منتج ومبدع ومحب لعمل، يكون هو إنسان سعيد، ينعكس نجاحه وسعادته تنعكس على شنو؟ على اللي حوالينا، المراجعين، المسؤولين، بالتالي على المجتمع. بعدين إحنا الناس الحين في نوع من السلبية، أنه والله الأداء الحكومي، أداء الموظف الحكومي إلى آخره، الموظفين بشكل عام مو حابين دواماتهم، العمل ما في نوع من خلينا نقول الإخلاص وإلى آخره. ليش؟ صحيح. العمل إذا كان فقط لأجل الحاجة أن أنا أخذ فلوس عشان أسكر التزاماتي وأعيش وكذا، هذا راح يكون يفتقر إلى الإبداع والإنجاز، وأن أكون إنسان سعيد وناجح في عملي. بالأخير أثر على المجتمع، لذلك نشوف الإحصائيات أن الكويت متأخر بكثير من الإنجازات، منها مؤشر الكفاءة، تعزيز الكفاءة عندنا بالكويت، إحنا المركز الأخير بالخليج.
مؤشر الابداع، احنا المركز الاخير بالخليج. يعني الناس يشتغلون بوظائف هم محبينها، الحاجه للوظيفه وليس الانجاز. وليس الانجاز عندنا خلل بهذا الشيء. انا ما احتاج اني اتكلم، احنا كلنا عارفين هذا الشيء. متى انا اكون مبدع؟ لما احب عملي. متى احب عملي؟ لما اختار بناء على مواهبي وقدراتي. وهذا اللي احنا نسويه بالورش، نقيس مواهب وقدرات الفرد، هذا الشخص نقيس مواهبه وقدراته، نقول له انت تصلح لك هذه المجموعه من الوظائف بناء على شخصيتك، تستمتع فيها، تنجز فيها، تمارسها بقدرات يعني بامكانيات عاليه، فبالتالي يكون شنو؟ سعيد ومنجز وناجح في عمله، ينعكس نجاحه على الاداء بشكل عام. صحيح. بس في مشكله اخرى، يعني الحين مثلا نفترض ان الطالب اختار تخصص هو يحبه بالجامعه ودرس، وبعدين لما جاء يتوظف تم توظيفه في جهه هو ما يحبها، هني شلون يتصرف؟ ممتاز. احنا هني ما نعطي القرار وين تروح، احنا نعدد له الخيارات، نعطي اليه اتخاذ القرار الصحيح. يعني مو بس نقيس مواهبه وقدراته وذكاء وامكانياته، لا، نعلمه شلون يتخذ قرار. بالتالي نعم، ممكن في بدايات سنواته الاولى يمكن يعاني، يروح مكانه هو مو مكانه، او يعني نعم ممكن هذا شيء وارد، ولكن هو عارف هو عارف شنو اللي يمشي معه، بحيث انه بعدين يسوي شفت او يغير مساره. وهذا انا حسب من الشرائح المستهدفه فيها في هذا نويت ابني الكويت. نعم، خلينا نتكلم عن المشروع بشكل عام. شنو الدورات وشنو ورش اللي ياخذونها؟ ممتاز. هو مشروع وطني قيمي اكثر ما هو تعليمي، قيمي تربوي اكثر ما هو تعليمي، يعزز ثقافه الولاء والانتماء والعطاء في المجتمع. الشريحه المستهدفه الطلبه واولياء الامور، جميع شرائح الطلبه واولياء الامور والخريج من الجامعه والمعهد، ما عدا شريحه الابتدائي طبعا، الطلبه الصغار. سعه المشروع تسع الى 6400 شخص ممكن يشاركون ويانا بالفعاليات الموجودة. عدد الفعاليات 34 فعالية على نطاق 4 محافظات بالكويت، العاصمة والجهرة ومبارك الكبير والأحمدي. في كل مركز خدمة بالتعاون مع وزارة الشباب، وزارة الدولة لشؤون الاجتماعية والعمل، داشين كداعي كراعي للمشروع وداعمين، فموفرين لنا قاعات مجاني الحضور بالكامل بدون أي رسوم. وهذه من مزايا المشروع، أن أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط، ليس فقط الخليج ولا الكويت، على مستوى الدولة يصير توجيه وإرشاد. من الأشياء اللي تميز المشروع عن فعالياتها، جميع فعالياتها مجانية بالكامل، متاحة لجميع المواطنين والوافدين حتى الغير كويتيين، هذول يعني بديرتهم الثانية وحياهم الله، مدعوم من جميع المؤسسات التعليمية الحكومية، وهذا أيضا يعني يحسب ولله الحمد توفيق من رب العالمين، اللي هو مدعوم من وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الخاصة، جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التدريبي والتطبيق. التعليم التطبيقي والتدريب عفوا، اللي هم التطبيقي، فهذول المؤسسات الحكومية التعليمية كلهم داعمين للمشروع، بالإضافة طبعا إلى الجهات الخاصة. راح يكون في معرض على هامش المشروع للشركات والجامعات لأولياء الأمور والطلبة. عندنا فعالية أقدر أصير أشطر، دورة تدريبية لمهارات التفوق الدراسي، نساعد الطالب اللي عنده دور ثاني شلون ينجح. حلو. الحين واليوم سوينا أول دورة بجامعة الكويت، وعندنا الفعالية الثانية اسمها حياتي باختياري، ورشة عمل لاختيار التخصص الدراسي والأكاديمي. يعني الصف العاشر يروح علمي أدبي، الصف الثاني عشر يروح مثلا أي كلية أي جامعة برا الكويت داخل الكويت. حلو. وعندي دورة اسمها نجاح إنجازي سر نجاحي، اللي هي حق الخريج من الجامعة والمعهد، اللي هو تحديد المسار الوظيفي، نقيس مواهبه القيادية والإدارية، بعدين وين يروح كوظيفة مناسبة له. بعدين عندي أنا ورش عمل على مستوى ندوة إرشادية حق أولياء الأمور، وأيضا ورشة فن التعامل مع الأبناء أيضا لأولياء الأمور. فأنا غطيت شريحة أولياء الأمور والطلبة، لأن لازم يكون توافق، ما يصير الأهل يبون شيء والعيال يبون شيء ثاني. فإحنا نرشد الأثنين، بالتالي الأسرة الكويتية إن شاء الله تكون أسرة يعني مستقرة وسعيدة، وهذا هدفنا أن نخدمهم. حلو حلو، وايد حلو. بس أستاذ علي، بالمقابل من أي عمر المفروض الطالب يكون يعرف شنو التخصص اللي يبي يختاره لما يبي يدخل الجامعة؟ يعني من متى المفروض ياخذ القرار او الاهل يساعدونه في القرار هذا؟ من المتوسط ولا من الثانوي؟ الانسان، انت من ساعه قبل اللقاء سالتيني شنو العلم العصبي، خلي شوي ندش بالموضوع. العلم العصبي اللي هو البرمجه، الانسان يتبرمج، عنده العقل الواعي واللاواعي. انا ما بيدخل الحين مفاهيم علميه، ولكن العقل اللاواعي، مخزن المشاعر والاحاسيس، هذا يتبرمج. انا من الصغر لما اعزز فيه قيمه انه لازم يكون عندك اهداف في حياتك، ومثلا اكتشف عنده مواهب معينه واركز مواهبه. اقول لكم تجربه سريعه، كونداليزا رايس رئيسة مجلس الوزراء الأمريكي، أول سيدة وزيرة خارجية أمريكية، يعني من غير اللون الأبيض، تدخل بالمنصب هذا. باختصار، اللي قال لنا السالفة الدكتور علي جناعي، أحد الأساتذة اللي دربوني في أحد الدورات، هو كان وياها بنفس الجامعة بأمريكا. فكل طالب يقول، كنا قاعد نسولف إحنا الطلبة، قال كل طالب يقول شنو حلمك وين تصير بعد ما تخرج؟ هي شنو قالت؟ قالت أنا البيت الأبيض.
فضحكوا عليها، شلون انت سمراء تدشين البيت الابيض؟ مع احترامي يعني بحكم العقليه اللي هناك. صحيح. مستحيل. فتخرجت وصارت بالبيت الابيض. قالت انا ابوي من يوم كان عمري 8 سنوات يمسكني من ايدي ويقول لي ابي اشوفك هني، يوريها البيت الابيض الكونغرس، ابي اشوفك هني. فكان ايش قاعد يسوي؟ قاعد يبرمجها، يوريها هدفها. صحيح. ان انت تكون هني. تحديد المسار في الواقع من الصغر، الانسان خلاص اول 6 سنوات تتكون شخصيته. اول شيء انا نعم حسب الدراسات اول 6 سنوات تتكون شخصيته، القيم والمبادئ والامور هذه كلها. فبالتالي تم عمليه توجيه وارشاد. صح. اقدر اكتشف مواهبه. فاذا تبي تساليني من اي عمر اقول لك من عيالنا هم صغار نبرمجهم على اهداف، وعلى اول شيء على اسس وطرق النجاح، القيم هذه. بعدين وين يروح بالتحديد بالاسم، اي جامعه اي مكان، ما في مشكله، بس طيب. عارف هو وين ممكن يروح فيتوجه من وهو صغير. حلو. بحكم ايضا تخصصك بالعلم العصبي والسلوكيات اخوي علي، شنو هي السلوكيات المناسبه اللي تشوفها والغير مناسبه من قبل الاهل ايضا الابناء، خاصه انا بتكلم عن المبتعثين في الخارج؟ ممتاز. احنا دائما نقول حق اولياء الامور لا تعيشون احلامكم في ابنائكم. لا يكون انت يوم من الايام ودك تصير طبيب مهندس وما حصل لك، طلع حرتك بولدك قصب طلع طبيب مهندس. لا، هذه عندنا برمجه خاطئه في المجتمع ان لازم وظائف معينه، رواتب معينه، جهات معينه، ولا الباجي يعني معلش على الهامش. لا، هذا مو صحيح. كل الوظائف محترمه، كل وظائف ممكن الانسان يكون فيها ناجح ومبدع ومنتج وعدل ولا ومعطاء. فبالتالي ماكو شيء ان انا اجبر هذه الشغله. الشغله الاولى اساعدهم بتحقيق أهدافهم بعد ما أكتشف قدراتهم ومواهب، أساعدهم. هني عملية التوجيه والإرشاد وليس عملية الفرض والسيطرة. حتى التدريب الإلهي حق الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. التربية بالسيطرة والقوة ما تمشي. فيصير في شنو؟ أوكي دخلتوني غصب الجامعة هالتخصص، أنا راح أروح الجامعة. ومرت علي حالة أروح أنا أنام، ينام بالسيارة. ليش؟ طول اليوم سهران يلعب جيمز أونلاين، مو حاب المجال. لما انفصل بعدين دش جامعه ثانيه والتقيت فيه كان واحد من الطلبه اللي درسوا وياي. لما الاهل يدخلون عيالهم قصب يواجهون مشاكل. هذه شغله. الشغله الثانيه بالذات حتى لو برمجه من يوم هو صغير، يعني يمكن لو برمجه من يوم صغير ترى راح تصير دكتور، راح تصير دكتور يصير، بس اهم شيء يتوافق مع شنو؟ مواهبه وقدراته. صحيح. ممكن فاهم قصدي شلون؟ هني هم انا لازم اعيد النظر، لان انا ابرمجه ومكتشفه، يعني انا ابرمجه اعرف فيه الكاريزما والشخصيه انه يدخل البيت الابيض، ابوها كان يدري فعلا هي بغض النظر عن السياسه قياديه من يوم صغيره بالضبط، يعني يمكن شافها الامور بغض النظر راح نتفق ونختلف مع سياستها ومع تحفظاتنا على الشخصيه، لكن اتكلم عن التجربه بحد ذاتها بغض النظر عن الاشخاص. هني حق اولياء الامور مع الطلبه المبتعثين بالتحديد، انا بس هذه رساله ومن خلال قناه المجلس يعطيكم العافيه على الاستضافه، خل شوي يعني حصريا نتكلم عن الموضوع. أول شيء بذكر بس دراسة من جامعة مينيسوتا الأمريكية، سألوا طلبة في مدى صعوبة اختيار التخصص. 81% قالوا صعب، عملية اختيار التخصص عملية صعبة. نعم. 19 قالوا عملية أوكي بالنسبة لنا ما عندنا، خصوصا نتي في عمر للحين الإنسان ما مر في تجارب الحياة عشان نضوج وإلى آخره. بالتالي صحيح. حتى الأهل يتوهقون إذا والأهل هم يعانون ندز عيالنا نصرف عليهم كذا، بالأخير رد بعد سنتين مو لاقي نفس المجال. نعم. في إشكالية ثانية هني بس بتكلم على أرض الواقع، لأن إحنا مواطنين يعني وقلبنا على عيالنا فيهمنا هذا الأمر. وأنا طبعا عندي الإذن من أهل الشخص اللي أنا بتكلم عنه رحمة الله عليه وضحية، هو المرحوم ماجد ماجد الهندال، شاب كويتي تم يعني قتله. يعني معلش الحين انا يعني يسمحوا لي اذا اتكلم بالجنسيات والدول، بس ما اقصد شيء، مع احترامي حق كل الجنسيات كل الدول، بس هذه واقعه حدثت. طالب في الاردن المرحوم ماجد الهندال يدرس دازينة، اهله يدرس هناك. طبعا انا بقول تجربه واقول تعليق شلون كنصائح وارشادات. اثناء دراسته كان هو قاعد مع في سكن الطلبه، والروميتس اللي وياه او الطلبه اللي حوالينا كان واحد فلسطيني واحد من الجنسيه العراقيه، ايضا مع احترامي حق الجنسيات وجميع الدول. دزوا له فلوس مبلغ بسيط بحدود 2000 دينار، هذا اللي قاعد يقول لي السالفه من اهلها. نعم. ودزوا له جنطه فيها ملابس جديده، ودزوا له سياره. منو عرف؟ ربع اللي اقرب الناس له اللي طول عمر يعني دراسه ساكن معهم دراستهم وكذا، يصرف عليهم لهالدرجه، يعني يساعدهم ويصرف عليهم، يعني المفروض انه شنو يكونوا ممتنين له. لما سمعوا انه عنده مبلغ وكذا عنده كذا، وقال حق ربعه وانا بس مريض ما اقدر اسوق، يعني ساعدوني ان اروح الصراف اخذ الفلوس واخذ الاغراض اللي دازي لي اياها. خذوا سحب الفلوس، خذ الاغراض، ردوا السكن، اكتموا نفسه بالمخده لمن مات، لفوه بكمبل قطوه بمجاري الجامعه. بهدف السرقه. هدف السرقه. أوكي. الفلوس والجنطه خذاها الفلسطيني والسياره خذاها العراقي، انه يدش فيها العراق. الام حست، الحين ما بيقول التفاصيل، بس حست عرفت الاب وسافر الام، يعني ابوه حتى دكتور محامي. شنو نصايحك؟
النصيحة يا جماعة، لما ندز عيالنا برا لازم نعرفهم وين قاعدين ومع منو حوالينهم، صحيح ولا؟ هذا يعني انا قاعد اتكلم مو بس بالدول العربيه، حتى ترى الدول الاجنبيه، حتى بامريكا واوروبا. انا ايضا عندي احد الناس اللي اعرفهم تعرض ايضا لشباب طلعوا له بسكاكين طالع بالليل. لما يطلع بالليل الطالب وصوه لا يطلع بروحه، يطلع مع شنو؟ بس انت الحين تجي تخوف الناس اللي طلبتهم يروحون برا. نحذر احنا، لان في مواقف صارت احنا نحذر ما نخوفهم. انا ما اقول لك لا تروح تدرس برا، في بالعكس اللي درسوا وخلصوا وتخرجوا مو اكثرهم ماتوا واكثرهم تخرجوا. صح. بس احنا نقول عن الحالات اللي تعرضت حق مشاكل. واحده منهم وليت امر دازه تقول حق ولدي انا تعرض حق حاله ايضا يعني شبه جريمه، انه واحد يحط الفرد براسه قال له انزل من السياره وعطني اياها. دازت له بي ام زي 3 وين؟ هم بالأردن. يا جماعة ما يخالف، أنا أدري إحنا الحمد لله شعب مترف عندنا فلوس، لا تطلعون الأمور المظاهر والكشف حتى بأمريكا، حتى بأمريكا وأوروبا يشوف ساعتك يشوف جنطتك يطمع فيك. أنت فإحنا النصائح شنو نقولها كسلوك حقك أنت كمبتعث؟ نعم. أول شيء تخلي أهلك أول بأول وياك. الحين عندنا إنستغرام وشات وسناب شات ما شنو. ثاني شغلة انتبه ما أطلع بروحي بالذات بالأوقات المتأخرة، يكون وياي أحد وما أقعد ويا أي أحد، ما أظهر شنو حتى سوالف أحط علم الكويت والطبلوم على علم الكويت ما له داعي. تبي تعكس ولائك وانتمائك بأخلاقك. نعم يقولون كويتي ونعم بأخلاقه، ما أحتاج أحط إعلام وأحتاج عشان أدير بالي على نفسي. نعم. وأنا أحب أقول إن في زيادة عند الأستاذ علي في اللي حضر، بس أهم شيء نويت أبني كويت، لكن بشكل سريع جدا اللي حين بيروح يشارك وين يروح شو يسوي؟ عندنا أكاونت من إنستغرام اسمه أكاديميك كوتشنج أكاديميك أندرسكور كوتشنج أندرسكور KW، أنا أعطيته حق الجماعة إذا ممكن يحطونه. وعندي رقم التسجيل الفريق التنسيق اللي يستقبلون حق الناس اللي بيسجلون دورات كلمة مجانية، الرقم هو 55 90 66 33 55 90 66 33 33. عندنا قاعات، عندنا فعاليات بقاعة سلوى يومين وفندق الرجنسي يوم آخر يوم، غير القاعات اللي حوالين. نصيحة أخيرة حق أولياء الأمور، لما عيالكم مسافرون، لأن واجهت حالات ولدي سافر صار فيني ضغط السكر، ليش اتحاتي يا جماعة؟ ما له داعي حاتي، أدعي له واطمن عليه. أما حاتي شنو، نام ولا ما نام، كلا وشرب ولا؟ اتوقع اجهزه الاتصالات هالايام بس يمرضون ما خلت يعني لكن صحيح. لما انا افكر هذا التفكير السلبي يولد مشاعر سلبيه، بالتالي يصير فيني شنو؟ 6 امراض من المشاعر السلبيه. صحيح. ضغط وسكر وقرح وقولون ان شاء الله وسكته وصداع ما احتاج. واذا إيه؟ الله كاتب قدر راح يحصل، الله يحفظهم لو موجود بالكويت او برا الكويت. أكيد. طبعا اكيد الله يمنع الجميع ان يشارك في الموضوع، لان اتوقع ان دوره او ملتقى وايد حلو. استاذ علي دشتي استشاري بالعلم العصبي والهندسه النفسيه، شاكرين لك هذا الاهتمام الصراحة بالطلبة خاصة يعني المبتعثين أو اللي داخل. مشكور ما قصرت، الله يحفظك. شكرا موصول لكم مشاهدينا، نشوفكم إن شاء الله باكر حلقة جديدة من برنامج بالكويتي. مع السلامة. مع السلامة.